سنبقى مع الحلقة الحوارية الثانية، وهي الصعوبات التي تمنع إدراج النساء على اللوائح الانتخابية ودور الأحزاب في تغيير هذا الواقع، والنقطة الثانية إلغاء الطائفية وميثاق العيش المشترك. لكن الحلقة الثانية، العنوان الأول، الصعوبات التي تمنع إدراج النساء على اللوائح الانتخابية ودور الأحزاب في تغيير هذا الواقع. اسمح لي بلش معك دكتور الصائغ. إذا ما اعتبرنا أنه في تخلف عنا بلبنان بموضوع مقاربة موضوع المرأة، ما عملنا هالتشخيص، ما منقدر نوصل لعملية جراحية. الكوتا هي عملية جراحية. هل سترشحون نساء دكتور؟ طبعا أكيد. شو هالسؤال؟ لا أكيد، بعد كل هالحكي اللي عم نحكيه، يعني كيف بدي يكون محرج؟ أنا أحرج الآخرين ولا أحرج بهذا الموضوع. أكيد. دكتور شكرا جزيلا لك. أنت حزبية؟ أول شيء مساء الخير. مساء الخير. كلنا بنعرف سؤال. أوكي تفضل. كلنا بنعرف تويت الرئيس الحريري الشهير نهار الفرقاء السياسيين أسقطوا إقرار الكوتا وقتها بالمجلس الوزراء. كلنا بنعرف إنه الرئيس سعد الحريري كان رأس حربة وعم بدافع للآخر بإقرار كوتا أقل شيء بثلاثين بالمية، وهيدا ما كان بالحكي، كان بالفعل، لأنه لما جوات بيتنا الداخلي بالانتخابات بكر 40% كوتا للمرأة والشباب، عندنا 35% بالمكتب السياسي، يعني نحنا بالحكي بالفعل مش بالحكي عم يكرر رئيس الكوتا. هل تستطيع المرأة أن تصل وتخرق الصعوبات من دون كوتا؟ كيف بتكون توصلوا اليوم؟ أنتم عم نحكي، عم نسمع النساء الحزبيات اليوم المستقلات كيف فيهم يوصلوا؟ أول شيء مثلا نور للكل، محزبات أو غير محزبات، ضمن هذا النظام الزبائن الموجود عنا بلبنان، مرأة أو رجل قادرين يغيروا، بيشتغلوا تنمية، بيشتغلوا سياسة صح، ما لح يوصلوا، لأن احنا نظامنا الأساسي نظام زبائني. وعودات من 40 سنة لهلأ عم ننوعد كل يوم، ننوعد. شخصيا زرت شيخ سعد، وعدنا بنساء بالوزارات وما طلع عنا ولا وزيرة من قبله، طلع عنا وزيرة واحدة من حركة أمل، بحييها لأن عم تعمل شغل كتير كبير. بس اللي بدنا نأكده كمان، طلعنا عند رئيس الجمهورية كان بوقتها رئيس التيار الوطني الحر، كمان وعدنا وكمان ما صار. الوعودات صار لأربعين سنة. المشكلة اللي عنا إياها بلبنان هي عدم الثقة من الشعب اللبناني أو المواطن اللبناني على السياسيين الموجودين هلأ، وهيدي الثقة ما عم تتنفذ. نطرنا قانون انتخابي ينصف المرأة، ما صار. نطرنا قانون يعملوا انتخابات سريعة، مددوا أول مرة وتاني مرة وهلأ على تمديد تالت ورابع، ما في ثقة. سو المشكلة منا لا عند المرأة ولا بالمجتمع، المشكلة الأساسية بالنظام الزبائني بالسياسيين الموجودين بالسلطة. شكرا جوزفين. أستاذ شادي سعد، ما هو دور الحزب في إيصال المرأة إلى الحياة السياسية؟ شو عم تعملوا؟ نحن منعتبر إذا بدك نحكي الأمور ديراكت، المرأة هي نصف المجتمع. عدد النساء في لبنان أكثر من عدد الرجال، الطابي إذن بملعب المرأة. اليوم الأحزاب ما عم بتحط، إذا بدنا نعتبر، عقبات أمام وصول المرأة. في أمور بالمجتمع متوارثينا من زمان عم تخلي المرأة تنكفي من العمل السياسي. إذا منطلع اليوم على السلطة القضائية منلاقي أنه 40% من الجسم القضائي أصبح من النساء. منلاقي أنه الدورات يلي عم بتفوت بالسنوات الأخيرة غالبيتها من النساء. إذن القرار بالمشاركة هو قرار عند المرأة. اليوم الكوتا بالنسبة لنا نحن أيدناها مؤخرا، إنما كنا نعتبر بالمنطق أن هي تلحق تمييز وإجحاف بحق المرأة، لأنه اليوم عم بتقول إنه المرأة يلي هي نصف المجتمع عم بتحطها بكوتا معينة 30% أو 20%، وهذا الشيء خطأ. يعني مفترض المرأة يكون عندها الإمكانية أن توصل لأرقام مثل ما قالت جوال أكيد. فيرا يمين خالصة مخلصة، يعني جاهزة، يعني بس حطوها على الليستة. تفضلي مدام صليبة، أنت في الحزب الاشتراكي، هل تعتبرين أن المرأة مغبونة بالحزب؟ هلا بده يزعل الأستاذ رامي. هل فقط المرأة تصل بس باللجان ولا تدخل إلى السياسي بشكل مباشر؟
تفضل. اليوم بالحزب الاشتراكي بالتحديد وصار في نقلة نوعية ما يسمى بنقلة نوعية، التوجيت من خلال يكون في نساء بقلب الحزب، هن مسؤولين بالنشاطات التنظيمية بالنشاطات الشبابية بالمنظمات الشبابية، هن موجودين بالقطاع النسائي فعال جدا عنا بالحزب. ومؤخرا أسفرت النتائج الانتخابات الجمعية العامة عنا بالحزب أنه طلعت مجموعة من النساء التقدميات على مجلس القيادة، وهذا الشيء دليل كافي أنه الحزب الاشتراكي وعلى رأسه الرئيس وليد جنبلاط هو مع أنه المرأة تتفوت على غمار السياسي ويكون لها دور فعلي بالانتخابات السياسية وتلعب هذا الدور، عن قناعة أنه المرأة طبعا يعني المفروض هي تكون مؤسسة حالة، هي تكون مشتغلة على حالة، هي تكون مكنة حالة اجتماعيا وثقافيا وفكريا تتلاقي حالة أنه هي مزبوط على الطريق الصحيح. اليوم نحن يعني هون المرأة هي عليها المسؤولية الكبرى طبعاً الأولى والأخيرة. طبعا هذا اللي كان بدي أقوله، إذا وصلت على الانتهاء هذا اللي كان بدي أقوله. أول شيء وأخيرا كمان المرأة هي اللي بتلعب الدور بأنه هي حتى تطرح حالها على الحزب بمجهود فردي بمبادرة فردية منها، هي إذا عندها ثقة بنفسها إذا عندها ثقة بقدراتها وبمهاراتها هي فيها تقنع الرئيس وفيها تقنع أعضاء المجلس القيادي أنه هي تتقدم على الانتخابات النيابية، بيكون بمبادرة طبعا فردية وشخصية منها هي،